يأتيكم برعاية أفايا الرائدة في حلول التواصل والشبكات. يعود أسبوع جايتكس للتقنية 2016 ليقام هذا العام تحت الشعار الواقع بتصورات مبتكرة، ليساهم في وضع تطورات جديدة للطرق التي يمكن للتقنية بها إحداث التغيير المرجو لدى الشركات والمؤسسات عبر ما يعرضه من أنحاء العالم من منتجات وخدمات وحلول. ويعد جايتكس أحد المحركات البارزة في تعزيز الاقتصاد الرقمي العالمي، فمن المتوقع أن يصل الإنفاق على تقنية المعلومات في الشرق الأوسط إلى أكثر من 200 مليار دولار خلال 2016، أي بزيادة قدرها 37% عن العام السابق. احنا السنة دي عندنا مشاركة متميزة جدا، عبارة عن تقديم حلول خدمات جديدة للمستهلكين وقادة الصناعة في التكنولوجيا. عندنا مشاركة متميزة، احنا هنبتدي المعرض السنة دي بالانوفيشن داي او يوم الابتكار بالهواوي، هيبتدي ان شاء الله النهارده بعد الظهر. متوقعين حضور ناس من قادة الصناعة في التكنولوجيا، من العملاء، من المساهمين، من شركاء الاعمال، من المنتجين، كل دول هيبقوا موجودين معنا ان شاء الله السنة دي يشاركونا في الانوفيشن داي. وظهرت منطقة الشرق الأوسط كذلك كإقليم دولي بارز على ساحة الاقتصاد الرقمي العالمي، والمقدر حجمه بنحو 3.8 تريليونات دولار خلال 2016، في حين أصبحت دبي التي تحتضن أحدث التقنيات المتطورة بوابة عالمية للتحول التقني. ويعتزم جايتكس هذه السنة تغيير نظرة الزوار للعالم بفضل قسم التقنيات الغامرة التفاعلي، في ظل توقعات بارتفاع حجم صناعة ألعاب الواقع الافتراضي وحدها إلى 4.4 مليار دولار بحلول العام 2022، وهي الصناعة التي باتت مهيئة لتكون صناعة المليار دولار المقبلة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. معرض جايتكس هو يعتبر أهم معرض في مجال الاي تي. طبعا نحن نتابع جميع التطورات التي تتم في كل جايتكس، فمثلا السنه هذه جايتكس اشتهر في التركيز على المدن الذكيه وعلى الاجمنتد رياليتي وعلى الاجهزه التي يتم حملها، الاجهزه الذكيه التي يتم حملها ووضعها باليدين. واحنا الان قمنا بمواكبه التطور هذا، وعندنا انظمه للعدادات الذكيه وسمارت سيتيز. ومن جهة أخرى تبدي القطاعات في جميع المجالات شهية متزايدة لتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد التي يتوقع أن يصل الإنفاق عليها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وحدها إلى 1.3 مليار دولار، وذلك بحلول العام 2019، مما يدل على حجب الفرص المتاحة في السوق. وفي حين سيشهد العالم دخول 6 مليارات جهاز بحلول العام 2018، فإن 40% من النمو الحاصل في الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة يأتي من الشركات والمؤسسات. يعود معرض جايتكس التقنية 2016 في دبي ليعرض أحدث المنتجات والحلول التقنية في مجال التكنولوجيا الحديثة، حيث يعد المعرض من أكبر الفعاليات التجارية في دبي والمنطقة، والبوابة الرئيسية للعلامات التجارية الكبرى القادمة لمنطقة الشرق الأوسط. رندا خشة، CNBC عربية، دبي. يأتيكم برعاية أفايا الرائدة في حلول التواصل والشبكات.